السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نلتقي في هذا اليوم المثلج. الصراحة كان تلج بزاف في هذه الأوينة، كانت تضرب العواصف الثلجية كندا، مناطق كثيرة من كندا كان بعض المناطق وصلت تلج متر ومتر ونصف، وحتى الناس نحبسوا في بيوتهم لأنه التلج كان مغلق، كان سكر كل المنافذ، حتى السيارات ديالهم اندفنت في الثلوج. ودابا جاء الدور ديال المنطقه اللي احنا فيها. صراحه ما كانتش عاصفه قويه جدا بنفس الدرجه اللي ضربت مناطق الاخرى، ولكن صراحه حتى الخروج في هذه الظروف صراحه خطر، وكنا خارجين ورجعنا لانه كانت هناك حوادث سير على طول الطريق، وكانت حتى الرؤيه صراحه منعدمه. فمن الاحسن يرجع الإنسان إذا ما كانش عنده شيء مهم، وكان أصلا يوم عطلة. هذا تاني يوم كان ثلوج متراكمة ولازم تنظيف مداخل البيوت والرصيف. الصراحة هنا قانون إجباري لأنه بعض المرات إذا ما دفعتش أو ما نظفتش للرصيف تقدر تدفع غرامة توصل إلى 125 دولار كندي. وهذا ما كان دابا، كان هنا رجلي تطأ في الثلج، تطأ هذه المنطقة من مدخل البيت لأول مرة. وإن شاء الله دابا نوريكم المهلبية، صراحة كتجي لذيذة وإن شاء الله تجربوها وتعجب. ودابا رجعنا للمطبخ ديالنا نحضروا المهلبيه. الصراحه المهلبيه يعني تحليه دافئه كتنفع في هذا الجو الصراحه، والمهلبيه معروفه في الوطن العربي، يقدروا ينكوها بنكهات مختلفه. انا اليوم غادي نحضرها بدقيق الارز، هي ممكن تحضر بالنشا فقط. المقادير هي سهله جدا، انا 4 اكواب من الحليب، يعني لتر حليب، نصف كوب من السكر صراحه الى كوب، يعني انا ما كنفضلش الحلاوه بزاف، كنستعمل نصف كوب فقط. وعندنا نصف كوب من الرز المطحون وملعقه كبيره من النشا وما ورد او ما زهر، هذا الشيء نستعمله اخر المطاف لما ينضج عندنا ويعقد عندنا الخليط. كنكوه يا اما بما زهر، ما ورد، فانيلا، ممكن الهيل مطحون، بعض الناس حط القرفه، يعني كل هذا شيء يتوقف على حسب الذوق ديال كل واحد. ونقدروا نزينوها بالطريقه اللي احنا نفضلوها، ممكن نحط فواكه فوقها جافه او فواكه طريه فريش. صراحه تقدر تكون هذه وجبه مغذيه جدا للاطفال والكبار، ونتناولوها ممكن تتناولوها دافئة وممكن تتناولوها باردة أيضا، وإن شاء الله غادي تعجبكم. ممكن حتى بعض الناس كتضيف لها بودرة الكريم شانتيي إذا فضلتوا، إذا تفضلوا أنها تكون دسمة. أنا ما كان صراحة ما كان استعملوش، كان اكتفي بهذا المقادير فقط. وممكن أيضا تضيفوا ملعقة أو ملعقتين من البودرة اللوز، كتعطيها واحد طعم رائع وقيمة غذائية مضافة، وتصبح عندنا مهلبية راقية وصراحة طعمها لذيذ ويعجب الكبار والصغار. رجعنا دابا بعد ما الخليط ديالنا ولا بهذا القوام، كياخذ شوية وقت أكثر من المهلبية اللي تكون بالنشا العادي نشا الذرة. كنبقاو نخلطو جيدا طبعا، ما نغفلوش عليه دائما، التخليط المستمر، وكنحصلوا على هذا القوام. ممكن في بعض الناس تفضل تاكلوا بهذه الطريقه دافئه بعد ما تزينوه باي نوع من المكسرات عندكم، ممكن بجوز الهند، القرفه، زبيب، لوز، اي نوع من المكسرات، وحتى ممكن بالفواكه قطع الفواكه. وبعض الناس تفضل ان تاكلوا بارد، فممكن تخليه في الثلاجه، وداك شي يتوقف على حسب ذوق كل واحد.